برم. انت مطم ولا برم؟ اسمع تخيل، يا الله كذا قاعدين يختفون من عندي. دب اجيب رزان ولا جيبيها ماشي زحمة يا اخي. مشكلة انت اي احد اجيبه انت متمشكلة معه، شو اسوي بك؟ والله اني ضعيف انا، لا عادي ما ما عندي يدوس معهم والله. دقيقة دقيقة، من سمير أم موسى؟ ما فتحوا اليوم. خير الناس كذا تختفي من عندي، تدري؟ أيوة أيوة، التيك توك اليوم فيه لخلخة والله. ادعي عزوز واو. لا جد الشمات. دقيقة خلني أقرب. يا الله أجيب فراولة وروان. تخيل الناس قاعدة تطير من عندي، أنت تدري؟ أيوة أيوة، حتى عندي والله التوك توك ملخلخ بعد التحديث حقهم الأخير ذي، شي لخلخة والله. اسمع نروح جاكو. هيا هيا بالله هيا يا اخي. بس جاكو يا اخي ما نعرف الناس، في كلهم صغار اطفال. عادي ناخذ لنا نلعب جولتين، نتعرف على الناس، نجيب نحوش. هيا وجه الله. يقولون لا، حتى متابعين يقولون لا. انت في الحيل جاكو، هم كلهم بيسبقونا هنا كاي. والله خلينا ندخل دخله قويه. يقولون ما هو عندنا. عادي حملونا، اسمه جاكو، اكتب إلاف الزهراني وسعيد الزهراني نطلع لك. يا الله والله الكومنتات كلها عندي. لا نوني طالعة من اللايف وراح أتكلم بناتي، أنا شو أسوي فيها ذي؟ ومخلي اللايف. وكلهم ما يبغون. والله حتى عندي أنا كلهم يقولون لا. وش بها؟ يا اخي انا عندي سؤال يا سعيد. تلعب مع إلاف عادي صح؟ اي يلعب مع إلاف عادي، ليش ما العب مع إلاف؟ وش معك كفحتي؟ كيف؟ ما ادري طيب، انا طرت كذا فجأة. يا سعيد لما تطلب احد يجيك سحب وتطلع من عندي. ها ماشي زحمة يا سعيد. ها سلام سلام يا عبد الله. سؤال يا سعيد، الحين انت كل يوم قاعد تحلى، انت قاعد تحلى ولا عيوني اللي تشوفك كل يوم احلى؟ الله عليك. الغزل من الشخص. الله يجعلني فداك، الله يجعلني فداك. مجار من الفدا خذيت ضيمك. دقيقة خليني أشوف لكم واحد. يا ربع نابع بالله معك. أبشر أبشر. أدعيته ولاي، أدعيته ولاي. قبل ما أطلبه عشان تلعبون معه ولا ما تبي تلعبون معه؟ يا إلاف. ها؟ وش تاكلين؟ تاكل اشي موز، اشي رمان، اشي فركس. الله يجعله في العافيه، الله يجعله في العافيه يا اخي. اي والله. يلعب يلعب يا رحال. جيبوه لي توهم لاعبين. الله يجعله في العافيه. الله يعافيك. مثلك افدغ اي شيء تلهف وقضينا، ما يهمك لا في تيمينات ولا في اي شيء. خرب بيتك. الا انا لي اربع ايام في النادي فقع قلبي كشت. ويحقن فيا انا في النادي يا ابن حلال، انت مشكلتك انك اضافوك كذا واحده في السناب وجاي تسوي لي كذا. يا سعيد اكبر يا سعيد، والله اللي قاعد تسوي في نفسك. اي توب بالله، ترى ما اصور نفسي في النادي والله. والله ولا عمري اصور. اسالك بالله، قد صورت وانت ملابس كت؟ لا ورب كعبه يحرم، عيب. ايش الكلام هذا؟ امانه والله ورب البيت ما اسويها. طيب عاد الله من زي الدغدغ يوم بديبه. دقيقه خلينا نشوف من فيه.
فيصل الفيصل يودي عنده مستوعب محل الحلعنة. هلا والله. ارحب ارحب يلا حي. حييك يا سعيد حي. هلا يا فيصل يا نافع. عبد الله إلاف. هلا هلا. هاي أنا عبد الله و و و و وانتهى. لا 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 ما. يعني غطرة وغطرة يا مروح. لا 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 ما ألعب معك أنا طال عمرك أنا طال عمرك أبلعب مع إلاف لأن الإنسانة هذه عزيزة علي وغالية. خلاص يعني انا سعيد تعال فيصل فيصل وسعيد انتم حي عينك يا عبد الله يا جماعة انت انا اذا قلت اذا قلت اذا اذا قلت من هي شيخة التيك توك كل اللي عندي يكتبون إلاف اوف اوف تشطب اللسلسة تشطب لا سمعت مو بشغلك يا لسلوس يا مروي حلقهم كتب تخلوها 160 جنيه إلاف شخبارك تكبيس تكبيس يا الربع مع نفسه مع نفسه ما عليكم منه الله إلاف قاعد تاكل جح و... الله يجعله بالعافية إذا نقصك شيء يا إلاف أيوة آخر الليل آه راسي سكر إيش دخل تقول ارتفع السكر هي تزغل فوق الفواكه طبيعي هذا ما يسوي شيء لا والله إنه ينفخ السكر فوق ما ينفخ ينفخ من شوفتك اللي ثلاث ساعات في وجهه نفخوك لأن تغدي زير يا مروح الله أكبر أي والله يا عبد الله وبعدين حتى لو حتى لو نفخ السكر إذا شافتك يا سعيد بيرجع ثاني يتوازن اصبعي سكر هات شوف جذب لا خلاص قفل شو ما عاد ابغاه يا جماعة تكبيس 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 ايوه يا عبد الله ما ادري لولي شايفه عامر الرجال لك هاي عندك من هو لا أيوة. والله الحين كان قبل شوي والله الا والله دخل هلا يشطب الدعم اللي من عنده يشطب انا ما نفذ ما هو شغلك والله والله ان شاء الله اول مره اروش انا ما نفذ قلت لي نظام ما ادري ايش ما بوقت لي عبد الله اشتريت لمبه جديده والله بالله عليك ما شاء الله لا اله الا الله هذه حقه الذبان ايوه بس اني غيرت اللمبه من زرقاء خليتها بيضاء طيب حلو إلاف ما شاء الله وش هالزين اليوم ما شاء الله الله يحفظك يشطب 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 يا قليل الأدب يا مروح خذ ميوت البلع يا وسخ الله لا يضرك الله لا يضرك الناس تكبر تشيل انت قلبه لحنا يا جماعة 48 وردة عندي عند سعيد 48 وردة إلاف قلوب إلاف قلوب قلبه خذعة قلبه مفقوعة إلاف قلوب يا اخوان جماعة 48 وردة عندي عند سعيد ترى جولة واحدة يا الربع جولة اي شاهد وينهم وينهم شاهد يلا ما كذب من سعيد الا عبد الله يا جماعه ورود عندي على عينك يا مروح حلقم هذه على عينك يا وصل على العين يا إلاف صح ايوه حلقم والله انها والله انك وجن يستاهل قسما ورده 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 يا جماعه دبل 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 يا ربع كفو والله كفو ان شاء الله ما يقفلوا الحمد لله يلا سعيد شغلنا شغلنا في الدبل دخيلكم يا عيال دبل يا جماعه دبل ما شاء الله مع واحد من غير دبل مدبل اذكر الله اذكر الله قلنا ما شاء الله اطرب ولا برد اذكر الله اذكر الله يا جماعه دبل 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 الله دبل صعب اللي يقدر عليه يا اخوان شيروا يا اخوان شيرات شيرات يا جماعه دبل يروح وطن يا وطن لب ابوك ما شاء الله دبر روحك يا وطن الله لا يضرك الله لا يضرك الله لا يضرك الله لا يضرك ما شاء الله عليكم السلام ايوه كذا يا حكم يا اخي إلاف انت يعني وش تاكلي وطن يا وطن الله يجعلني في دار وحك يا وطن اخيك يا وطن إلاف ها هلا انت وش تاكلين عشان ما شاء الله لا اله الا الله ما ادري والله عندك انت ايش عليك منها ما ادري ما بقيت انشدها كم رقمك وفين ساكنه مرحبا الرب ارحب ارحب يا نهي حي عينك يا من زهران ورجالها حي عينك والله لازم يا الرب عليه يروحون جماعة آخر دقيقة ونص انتبه يا الله ربي هدا زهران انتبه انتبه هي عينكم اللي طبيت تكفون الجولة يا أخي تبين الجولة؟ أصفع أصفع سعيد إلاف تبين الجولة؟ إيه أبشري بعزك ما تأخذوها أنا سعيد سوا أبشري بعزك آه أي. والله يا من ينصرني عليهم لدعي له ليل الله ونهاره ترى لو قلتم الإضاءة والله لا طفي النور وحط صورة كفاية نورك يكفي نورك ما شاء الله أقول ألقم ألقم ميوت سالف مع فيصل فريق الرجل القيور الحين نعلمك انتهى يا جماعة ننتبه آخر ثواني تنتبه من إيش جيب المعجون يا فيصل
جاهز يا ربعي تفهم الجولة سري بعزك هاب الرحب ثم ارحب ثم ارحب ثم ارحب الله يجعلني فداك الله يجعلني فداك اي والله يا كيو ارحب ارحب يا بعد الدنيا ومن عليها ارحب الله يجعل رزقك مطر لا تكلفيني يا نهي الله يجعل رزقك مطر عسى هالوجه ما يمسه النار والديك سعيد الحكم الاول طب مع الشباك الحكم الثاني شاور انا قلت لك اي دعم من رحال يشطب انا ما نفذ حقك ما تبي تنفذ لا حقك اخوي فيصل قول معجون كامل على وجهك ثاني شاور ثالث اقطع السماعة لا تقطع عشان وصل خذي والله ما يستاهل تقطع السماعة سعيد ما نبلاعب انا بتضبطون احكام ولا لا انا بنفذ يلا ما يصير رجال يدعم يا سعيد الله يرحم والديك لا 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 انا بنفذ خلاص لا لا انا بيبكي يعرف خلاص عندي خذ لا يا اخي حق الدعم والله العظيم لا انت احكامك طيب انا حكمت فيصل خلاص مع الطاقه طيب والثاني الاف لا الاف الاف تحكمك لا تسودها ولا تبيضها يا سعيد حنش والله القمي كتب هات احكامك عبد الله خلاص الحكم الاول وقف وقل عمتي الاف خمس مرات تخسر تعقب عمتك لحالك يا وسخ يا وسخ نروح الحكم الثاني شيل الشماغ والطاقية الثالث تكتب الآن في البايو فانز إلاف الزهراني جماعة تكبيس 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 الآن وش اكتب فانز إلاف الأسبوع الزهراني لا لا يوم واحد المخلص أرحب يا يحيى عليك أنا عارف العينات هذه لعبتي يا الله يا رب شيكوا عليه يا اخوان وصوروا نزلوك سبلور ارحبوا هلا والله ما فيها شيء سعيد يا يعني. اخوان لا تشدونا ترى انا وسعيد نمون على بعض والله يا امر على رقبتي والله سعيد والله خوش مركب لتوف والله والله اني امزح معه يمون ما كتب لا تشدونا والله عادي شاهد لو سمحت وش اللي الاف لف العالي لمده اسبوع يا جماعة لا والله هذا حكم قديم هذا قديم شيله اكتب حكمت عليه خلاص اكتب تحته في كلام ايوه اكتب تحته فانز إلاف الزهراني المخلص بس ما تكتب شيء ثاني معها خلاص كتبت يا خلنا نشوف ما كتبت كتبت اقول جماعة تكبيس ليه وقف يا اخوان شيكو دبل 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 بالله شيكو دبل 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 الدبل يا عيال دخيلكم الدبل لا يفلح وجه الله عليكم تحاوشوا والله البايو كله إلاف تستاهل تستاهل هذه الشيخة إلاف يا جماعة 48 وردة عنده عند 48 وردة بس طلب 48 وردة عنده عند سعيد يا جماعة ما بعض جيش الورود وينكم يا الربع ورود يرحم امكم اللي عندي وعندي الاف 48 ورده 48 يا اخي في واحد سعيد يدعم نفسه يا من راح ادعم نفسي بيش ادعم نفسي انا الله يبهتك يفكرونك غني يا سعيد منين يا الربع الدبل في حرب ضمان الدبل يا عيال الدبل ايش اسوي له جماعه دبل 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 يا الربع يد واحده تكفون مع بعض عنده انت سعيد يا جماعه الدبل لا يروح الدبل يرحم والديك الحمد لله والله يا عبد الله اليوم مره ما عندي شيء يا الربع تكفون اي احد يشغل شوي ايوه سلطان كفو ثم كفو انا في عينك يا سلطان يا اخي ليش شلت الحكم تلعب علينا انت والله ما شلت قسم بالله والله العظيم يا عبد الله شوفه والله ما يا اخي تو انت وينه ها شوفه والله شوفه هذه صوره ارجع يا ادمي والله ما هي صوره شوفها ها هذا صندوق الوارد هذا الصفحه الشخصيه والله شوفها ها اضغط الملف الشخصي ها والله ما هو صوره قسم بالله والله انك كفو
يا جماعة دقيقة ونص. انتبهوا يا فيصل سامحني والله ماشي مستوى قسم عادي يا حبيبي عادي. انت لوحدك يا سعيد انت دخول انت دخولك القصة اصلا بالحالة دخل في اذنك 160 جني الكذاب الفاضي وهو صادق. طيب انت دخولك لحاله مستوى يا بعد راسي يا يحيى الله يرفع قدرك الله يرفع قدرك. يضيق يضيق سعيد اذا خسر اعوذ لا والله يضيق يبي هالمحفظة يبي المحفظة ما كفته ما كفته والله والله يا إله جلال الله يا محازمي موجودين اسمع بلا محازمي الله العظيم لو عيال عمي موجودين ما تروح الجولة لو يطلع المستخبي هذا أنا أغنى زهراني في السعودية هذا لكن مقحط يا عبد الله والله مقحط مقحط على عمره ها ها الله يكفينا الشر والله الريال فوق الريال اقسم بالله لو والله ياخذ امانته ان يجيبون اهله سعد الصغير ينقص على قبره الله يصيبك في عمرك الله يبهت والله النقص اللي فيه والله والله هذا هذا, هذا لو يسحب لو يسحب 200 في اليوم لو يسحب 200 من اليوم البنك دقوا عليه البنك يا سعيد في احد مهددك دق وجهك ان شاء الله يا احد مهددك دقاق دق وجهك اقول لك معاه معاه قروش الليل كل ونوره اجب على عينك القلب امحى عطى 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 استغفر عطى عطى سقه 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 على ابن سقه سقه استهم سقه سقه عطى ابوك سقه عطى علدنا 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 الله يجعل رزقك مدد علدنا معلك تعال تعال وربك عم يجيك الرياض والله يجيك الرياض قسما بالله ساهم يا صاحب ونبى ابوك نبى روحك يا محزم السعد ايه غدير شايفه علمنا ايه ايه علمنا علمنا قصر صوتك قصر صوتك لا اتلك على ادري قصر صوتك غف جوله كامله ما اسوي الاحكام القليله الادب هذه الحكم عندي... الثاني تشم دغدغك جوله كامله ايوه الحكم الثاني تعلق في السقف جوله كامله عقب يلا بتغير احكامك ولا اطلع الحكم الاول اغير لك انا فاضي الفجر فاضي حتى لفاضي الحكم الاول الحكم الثاني تغير اسمك تكتب فانز ابو حنش كيف وين فانز ابو حنش تغير اسمك في البايو علي ايوه لا لا ما في البايو والله يا الباء يا اسمي لو يطلع حمد العلي ابوي من قبره ما غيرته الله يرحمه ويحكمه ايوه شل من الكلام الفاضي هذا يا سعيد الحكم الثاني ما حد قال لك يا عبد الله انت انسان ما تحترم سعيد حنش ولا راح احترمه وانت انسان قاعد تحرشنا عليه احنا نحبه يا فيصل هيا عطنا حكمك الثاني اكثر اقسم بالله العظيم لو ترحم الاف لتلقم الغاء اضافه واعلن حربي عليك اسمع اسمع سعيد اسمع احكم انت سقها سقها احكم انت سعيد وانا احكم عبد الله انا عبد الله حكمني من سعيد احكم انت الاف وانا احكم عبد الله لا لا انا بحكم عبد الله هو اللي حكمني قبيله احط في البايو يا اخي حاكمني انا ايش فيك انت ما حكمك يا مخلوق انا فت الحكم في البايو معجون حاكمني حكم فيصل من القوة وانا ساكن ضعيف خلو حكمنا الاثنين خلاص تحكم إلاف انا من القوة من القوة انا ما غرست يا سعيد يا سعيد كرسي. يا سعيد هو تخليني للغريب يا سعيد الحكم الثاني 15 منديل في ثمك ما سوي ما سوي ها الحكم الثاني تكفى سماعة فمي فمي شوف فمي يا حط معجون يا حط قهوة سعيد ها تبين احط معجون كميه كبيره على الخشب سعيد احكم الاف خلني احكم عبد الله انا عشان اخذ ثار يا اخي انت احكم وش تاخذ يا اخي خلني احكم من الوحدية وجه الله بيني وبين ثار من اول الزمان شنو الله بعزك يا سعيد الجوله الجوله هذه شنو الله بعزك يا سعيد الحين احكم يا سعيد اسمعوا عبد الله فيصل اوكي 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 عندكم حصانات الحمد لله الحكم الاول تعال انا بحكم عبد الله بحكم إلاف تعال تعال عبد الله وش كلمني كني ولد اختك انا عندي حصانه عندك يا فيصل انا قاعد ادف عليك يا الحكم الاول حتى ولد حصانه الحكم الاول تشيل كل سجوره كامله حلو الحكم الثاني تقطع سماعه ثم تلفون يكتبون الحصانات الحكم الثالث ايه تروح يا طويل العمر والسلامه ايه على القبضه جوله كامله قهر والله لا القبضه ما اسويها كبير انا يا سعيد تحس اني مراهق مثلك انا خلاص تقعد على المجلس تاخذ قعده يلا قعد مراهق
ايش ايش تبغاني اسوي؟ قعبص. وشلون قعبص؟ قعبص يعني قعبص. ايش هي قعبص؟ قعبص يعني قعبص يعني اتشقلب. ايوه على انا لو اتشقلب جوله كامله كملت رحت نادي الهلال العب معهم اساسي. مجنون. عطني اكل عطني اي شيء اكل عطني اي شيء اسويه. الحكم الثالث الحكم الثالث ثلاث حبات ثوم تلجغها جوله. ما عندي ثوم اقول لك عندي معجون وعندي قهوه نيه. تبي معجون الكمين معجون حط معجون في فمك حط يا الله كلنا صوتك لا اسمع صوتك حط معجون لا اسمع لك صوت اص ولا برم يلا اعصر اعصر وين ما اشوف ما اشوف اوه خلاص يلا خلاص انا بغدي بلح يلا حتى انا الله يعطيكم العافيه ما في مستوى والله يا فيصل عندهم ما عليك حرام والله يلا سعيد عبد الله خلي خليك عبد الله خذ انا بيني وبينك ثار افتح جول بابون على الله والله والله ما عندي احد قسما بالله على الله افتح على الله سبحانه فيولا تذكر حكم الدش والله انا ممكن اخوي مو انا والله اخوك خاوت كل جن تكبيس يا عيال دخيلكم والله بالله معجون شوكولاته شوكولاته للزمن تو قدامك وين شوكولاته معه لا ما شاء الله الصوت سمعك نسب معجون هذا شو اسمه فحم ارحب كوكي كوكي انفخها لي دخيل ها ها لا لا ما خلاص اطرم ولا برم لا والله دخيلك لا والله عيب اه فك اه يا سهم يلوموني في سهم يا ناس اكوان يا ربع يا روح يا عيال الدبل دخيلكم الدبل تحاشوا يا ربع اكوان لا يعيد جولة كاملة يا عبد الله احترم نفسك لا لا تقول لي تكفى عشان الحكم تكفى قولها لي في المجلس عندي وابشر باللي يدس مشاربك انا ودي افتح الدبل يا عيال 140 دخيلكم ترى السهم ما هو موجود طيب يا ربع دخيلكم طيب. دخيلكم تحاوشوا مع بعض طيب يا ربع قلب افتح الدبل دخيلكم يا ربع قلب شو بلعب يا خنور هذا قايم أبحكم أبحكم أدش يا ربع قايم من الكلب من أنت ميدة الكلب الله يعجبوك يا شيخ انفخوا الدبل ضربة واحدة يا عيال دخيلكم تحاوشوا ضربة واحدة ضربة واحدة ابو حنش مرحب ارحب يا ابن العم مرحب يا راح يعيق ابوك يا عيال راح يعيقك ابو حنش شيخو حرام يا قهار يا قهار الدبل يا عيال تكفون راح يعيق ابوك خلاص خلاص سامحتك يا عبد الله خلاص الله يا اخي والله قمنا يلا يا ربي وانت ربي يلا يا ربي انا اسد وجهك ذيب الله يعزك ويغنيك وافي ولد العم وافي والله شيخه الله يعزك اشهد انك شيخه سكب الله يعزك يحيى الجميع جعل عيني ما تبكيكم والله انكم موافين بالله اضيف الداعمين يا اخوان ايوه لا تنفخ ريحة فمك سمك اطرم ولا برم يا مروح
العالم صارت حساسة ما أدري ليه. ما هو تعصب قبيلها وتفاخر نسب، لكن حب لزهرنا العناصر غصب ومدح زهرنا رجلها عين الغشب. إذا بغيت يا عيال اللي مع قفاز يندره من زهران ورجالها. ايوه يا لا 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 يا لا 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 يا لا، بقول ويش انت من زهران ورجالها، بقول ويش انت من زهران ورجالها، بقول ويش انت من زهران ورجالها. الاوله ونعم بكل القبايل عمو، والثانيه كل رجال يسد سقى يا عصب عيني سقى. حنا سهرين رجال يا مال السهم يا سهم. هوه افحمتني يا سهم، والله لفحمتني افحمتني يا رجل. تعال يا مروح الرابع يضيف الداعمين. بالله يضيف الداعمين يا اخوان، بالله اللي يحب سعيد يضيف السهم. جحفله جولتين. لا لا الجوله والله والله سكور عالي. اللي ما ينفذ اللي ما اللي ما اللي ما يضيف السهم اقسم بالله لا اضيق عليه. لا تفشلوني مع الرجال، لا تفشلوني من الرجال، دخيلكم ضيفوه وجه الله عليكم. وش يا سعيد ابغاه يطلع من عندي 13 عنده 27 الف اضافه تكفون. ايوه يا سعيد تفضل. الحكم الاول أو شيء نحترم بعض، لا تنظرني بنظرات الكبر. أص أص لا ترفع صوتك، لا ترفع صوتك، لا ترفع صوتك. أص أيوة. الحكم الأول أحترم بعض. السماعة تحت الميكروفون أقطمها. الحكم الثاني تحت الدش 3 دقائق. الثالث سهم، والله يا سهمك اخترق قلوبهم، اخترق سكورهم. الحكم الثالث ترفع الكرسي جولة كاملة. جولة كاملة. الحكم بعطيك حكم رابع يعني بسيط على 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 قد سكورك. حلو كويس. توقف استعداد مع التحية تقول عمي سعيد 5 مرات. والله انك تخسى وتعقل. هذه عقل. انت على السماعة تحت الميكروفون اقطمها. كيف اقرب من هنا اقطمها؟ بسوي كذا. يلا ابشر بس دقيقة. لا تغير السماعة يا مروح تعال. لا لا ما عندي انا، مو بحنا حنا مو بحنا نغير، حنا شمر، حنا نجيب على طول جديد. ايوه انما مع قروش ظهرك. اكيد معي قروش الحمد لله من رزق الله ظهرك ان شاء الله. ناقصك شيء من هموم الدنيا؟ ابشر بعزك. امعطها امعطها. ايش امعطها اقول؟ كم وصلتوا السهم يا عيال؟ لا 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 باقي والله، باقي والله ما هي الاضافات يا عيال. ضيفوا السهم تكفون.
يا اخوان والله العظيم قسما بالله العظيم يا السهم شفتوا السهم افحمني والله لا افحمني افحمني بكرمه والله لا افحمني الله يجعلني في داهيه يا شيخ الله يجعلني في دار روحه